السلام عليكم تلاميذ متتبعي قناه ربيع غزواني. اليوم ان شاء الله غادي نديروا واحد الدرس اللي طلبتوني عليه كامل، اللي هو الدرس ديال القوى لي بويسونس. دونك تبعوا معايا مزيان، نشرح لكم شنو غندير هنا في الصبور. هنا في هذا البارتي ان شاء الله غادي ندير الدرس، غادي نحط جميع القواعد، وهاد القواعد اللي غنحط هنا ان شاء الله هما اللي غتكتب ان شاء الله في المذكره ديالك واحتفظ بهم، هما اللي غينفعونا ان شاء الله في التخريج ديال هادشي كامل. هنا غندير عمليه سهله بسيطه غنخرجوا دغيا، وهنا عمليه بسيطه دغيا، ها وهنا بحال العمليه غتحط لك في الفرض وفي الامتحان المحل. متفقين هنا فين غندير العمليه اللي غادي نخدموا عليها ان شاء الله مزيان مزيان. هذه لا بارتي الاولى ديال الدرس. لا بارتي 2 هي ليكريتور سيونتيفيك، الكتابه العلميه. متفقين؟ دونك هادشي اللي غيكون في الفيديو هذا. ونسيت واحد الحاجه، واهم حاجه كاينه هنا في السبوره هي شناهي، النمرة ديال عرض اولر 06081143. عرض اولر بالنسبة للناس اللي بغاو تسجلوا معنا في دروس الدعم والتقوية عن بعد. دونك يصيفطوا ميساج هنا، غنصيفط لكم تما الطريقة ديال كيفاش تخلصوا والطريقة ديال كيفاش كتاخذوا الدروس ديالكم. متفقين معايا؟ نبداو على بركة الله. دونك أول حاجة إن شاء الله غادي نحطوا القواعد ديالنا، تبع معايا مزيان. كل قاعدة غنعطيكم عليها ملتف. A puissance n fois a puissance m. إلا كانوا عندهم ميم باز كنحطو ديك لا باز وكنجمعو لي بويسونس n plus m. مثلا 3 أس 2 مضروبة في 3 أس 5 لو هما نفس الأساس عندهم ميم باز كنحتفظو بديك لا باز وكنجمعو الأسين، جوج زائد 5 إذا تساوي 3 و 7. سهلة الأولى مشات. شو الثانية؟ A puissance n divisé par A puissance m. دونك هنا مضروبين، جمعنا الأسين، هنا مقسومين، غنقصوا الأسين. دونك حاول أنك هادشي تقيدو ضروري في المذكرة ديالك. كتب نديرو مثال، مثلا 3 أس 2 مقسوم على 3 أس 5 لهما نفس الأساس، نحتفظ بالأساس ونطرح الأسين، جوج ناقص خمسة إذا تساوي 3 أس ناقص 3. متفقين؟ فاش يكون عندك الضرب كنجمعو الأسين، فاش يكون عندك القسمة كنطرحو الأسين. إذا كانت عندك مثلا 3 أس 2 الكل أس 5 كنديرو 3 أس 2 في 5 كنضربو الأسين. إذا فاش كيكون عندك الضوء، سمع معايا مزيان، فاش يكون عندك الضوء عددين مضروبين في بعضياتهم وعندهم نفس الاساس كنحتفظوا بداك الاساس شي وكنجمعوا الاسين. الا كانت عندك القسمه كنحتفظوا بداك الاساس وكنطرحوا الاسين، الاس الفوقاني ناقص الاس التحتاني. اما الا كانت عندك 3 اس ان الكل اس ان كنضربوا الاسين. متفقين معايا ومزيان؟ الناس اللي عندهم مشاكل في البويسونس ما فهموش معايا هادشي، كاين درس ديال الثانية إعدادي، كتب لي بويسونس ربيع غزواني وغيطلع لك الدرس، بقيت ساعة وما عرفتش شحال وأنا كنشرح فيه. تعرف الناس اللي تقال شوية في الفهم وحاسوا براسهم أنهم تقالوا معذبين في الرياضيات، حاولوا تدخلوا تفرجوا في الدروس ديال الثانية إعدادي. مزيان، ما عليه، نشوف واحد العيبة مهمة. مثلا عندك أ مقسومة على بي أس سالب، وبغيت أنا نحيد هاد الناقص هادي، باغي نحيدها براسطاتني، أش كندير؟ كنقلبهم، البسط كيولي في بلاصة المقام والمقام كيولي في بلاصة البسط، وكترجع موجبة. إذا إذا كان عندك الأس سالب وبغيتي تردو موجب كتقلب البسط مع المقام صافي وكترجعو موجب. متفقين معايا؟ نديرو مثال في هذا، مثلا 3 على 2 أس ناقص 7 غنقلب الفوق مع التحت، جوج على 3 هو تولي أس 7. متفقين؟ دونك غير شي شفتو واش كنصوم هادشي لتحتان مزيان. دونك هادو هما القواعد، انا غندور عليهم بالخدم. ها هما القواعد، هادي قاعدة، هادي قاعدة، هادي قاعدة، هادي تاهي قاعدة، هادي قاعدة، هادو قواعد خصك تكتبو، وهادو اللي كتبت هنايا أمثلة. دونك دابا من بعد أنك ما فهمتي معايا الدرس مزيان، يلا أجي معايا نخرجو التمارين. اول حاجه انا عندي 3 على 5 وانا عندي 5 على 3، اذا شنو خصو يطرا؟ خصهم يوليو بحال بحال، حيت انا في الدرس قلت لك خص يكون عندهم نفس بحال نفس الاساس، يعني ميم باز. واش هادو عندهم ميم باز؟ لا. اذا انا شنو غنمشي ندير؟ هاد ناقص 4
غنحيدها. اش قلت لك انا هنايا فاش يكون عندك الاس سالم وكتبغي تحيد واش كدير؟ كتقلب الفوق مع التحت. اذا ها هي هذه غتولي 5 على 3 اس 4، كانت اس ناقص 4 غتولي اس 4 مضروبه في 5 على 3 اس 9. اذا دابا ولا عندو نفس الاساس، هذا عندو على 5 على 3 وهذا عندو 5 على 3، غنكتب ديك 5 على 3 ونجمع الاسين 4 زائد 9. متفقين معايا؟ دونك الا كان عندهم نفس الاساس حسب نيشان، الا ما كانش عندهم نفس الاساس رجعهم نفس الاساس عادي، يمكن لك تخدم العمليه ديالك. نجيو للعمليه بي. العمليه بي سهله وبسيطه بزاف. اول حاجه غنتخلص من هذا القوس ا اس 3 في ا اس 2 على كل اس ناقص 5. هاي فين 3 اس 2 على كل اس 5؟ حطينا 3 وضربنا الاسين، دونك ا غادي نحطوها وغنضربوا الاسين. 2 في ناقص 5 هي ناقص 10. مفهوم هادشي ولا ما مفهومش؟ مفهوم. متفقين؟ دونك تخلص من الاقواس، ضربت الاسين مع بعضياتهم. ا اس 7 مضروبه في ا اس ناقص 9 تساوي، لهما نفس الاساس، غنحتفظوا بالاساس وغنجمعوا الاسين. 3 زائد ناقص 10 هي ناقص 7. وحتى لتحت ا غادي نحطوا ا ونجمعوا الاسين، 7 زائد ناقص 9 هي ناقص 2. متفقين معايا؟ دونك اول حاجه شنو درت؟ تخلصت من لي بارونتيز، ضربت الاسين مع بعضياتهم. ثاني حاجه ولا عندي انا نفس الاساس، نحتفظوا بالاساس ونجمعوا الاسين. 3 زائد ناقص 10. انتم شوف الناس اللي عندهم مشاكل، الله يرحم لكم الوالدين، الناس اللي عندهم مشاكل في لي نومبر غولاتيف، الاعداد السالبه والاعداد الموجبه، حاولوا انكم تكتبوا في اليوتيوب لي نومبر غولاتيف ربيع غزواني وغيطلع لكم الشرح ديالي ديال الدرس ديال ناقص وزاد. متفقين معايا؟ غيطلع لكم الشرح بلي ديتاي. تساوي ا غنحطوا ا وغنطرحوا الاسين ناقص 7 ناقص ناقص 2. ركز معايا، ناقص 7 ناقص ناقص 2، هاهي نكتبوها هنا. ناقص 7 ناقص ناقص 2 تساوي ناقص 7 ناقص ناقص 2 هي ناقص 7 زائد 2 هي ناقص 5. متفقين؟ دونك ناقص 7 ناقص ناقص 2 هي ناقص 5. دونك هذا هو الجواب الصحيح ديال العمليه بي. متفقين؟ بشويه عليك، ركز مزيان. الا ما فهمتيش هادي تعرف راسك عندك مشكل في النومبر غولاتيف، ماشي في هادشي، هادشي انت فهمتي. دونك عندك مشكل في النومبر غولاتيف، الاعداد السالبه والاعداد الموجب. نجيو دابا العمليه سي، وهادي وركز معايا مزيان فيها، وركز معايا مزيان. دونك هنا غادي نديرو بحال ماك. متفقين معايا؟ غنديرو بحال ماك. اول حاجه غنتخلصو من لي بارونتيز ا اس 2 اس 3 اس ناقص 5 اس سي، غنضربوهم كاملين هاي ا 2 في 3 6 6 في ناقص 5 هي ناقص 30 في ا و 7 في بي اس ناقص 2 اس ناقص 9 غنضربوه بي اس ناقص 18. نفس الحاجه هنا ا ناقص 2 ناقص 4 هي 8 في ا في بي ناقص 2 ناقص 4 هي زائد 8. غادي نوبر غولاتي، سيرو تبعوا في الدرس ديال نوبر غولاتي، تساوي ا غنحطوا ا وغنجمعوا الاسين، ناقص 30 زائد 7 هي ناقص 23 في بي اس ناقص 18. ا غنكتب ا غنكتب ا وغنجمع الاسين. غتقول لي استاذ هذا ا راه ما عندهاش الاس، وراه عندها اس هو واحد. الا ما كانش عندها اس، الاس ديالها هو واحد. 8 زائد 1 هي 9. ها غنكتبو ا وغنديرو ناقص 23 ناقص 9. دونك ملي كيكونو مقسومين كنحطو ا وكنطرحو الاسين، ناقص 23 ناقص
ناقص 23 ناقص 9 هي ناقص 32. بي غنكتبو بي ونطرحو الأسين ناقص 18. غتقولي أستاذ هنا ما كاينش الأس، شنو هو الأس اللي كاين هنا؟ واحد ناقص 18 ناقص واحد هي ناقص 19. وهكذا كنكونوا سالينا العملية أ و ب و سي. دونك ها هو الشرح ديال الدرس، ها العملية أ، العملية ب، العملية سي. حاولوا أنكم تركزوا مزيان وتفهموا مزيان وعاود متخشوا ما فهمتش، لا عاود مسح وعاود راسك ورجع الفيديو ودير واحد ليفور، تاهد دير واحد ليفور ومجهود وكذا، وما تفهمش عاد قول ناري هاد الدرس صعيب ما فهمتوش. متفقين؟ دير مجهود ديالك باش تفهم الدرس ديالك. دابا غندوزو لبارتي نمبر 2 اللي هي ليكريتور سيانتيفيك. الكتابة العلمية راه ديجا حتى هي مشروحة في لاشين يوتيوب، تقدر تكتب الكتابة العلمية ربيع غزواني وغيطلع لك الشرح بلا ديتاي. اصلا شرحتها في الاولى اعدادي، الناس اللي متبعين معايا من الاولى اعدادي راه ديجا فاهمينها. دونك غتكتب الكتابة العلمية او ليكريتور سيانتيفيك وتكتب حدا ربيع غزواني غيطلع لك الفيديو ديالي شارحها بلا ديتاي. المهم انا هنا غندير مراجعة. دونك شنو هي الكتابة العلمية؟ هو واحد العدد تيكون مضروب في 10 اس واحد العدد، نعم واحد العدد مضروب في 10 اس واحد العدد، بحيث ان هذا العدد اللي تيكون هنا انا نسميه مثلث، هذا العدد اللي كيكون هنا خاصو يكون محصور ما بين 1 و 10، خاصو يكون محصور ما بين 1 و 10، يعني خاصو يكون 1.6 1.4 1.5 2 2.3 3 4 5 حتى 99.99، يعني ما يوصلش لعشرة. متفقين؟ دونك هو محصور ما بين 1 و 10 وما يوصلش لعشرة. إذا هي الكتابة العلمية هي عبارة عن عدد مضروب في 10 أس واحد العدد غنسميه مربع. هذاك العدد اللي كيكون هنايا كيكون محصور ما بين 1 و 10، هذاك العدد اللي كيكون هنا هو بشحال زحت الفاصلة. يلا تبع معايا مزيان. العملية أ عندي هذا العدد هذا الشيء، غنركز معايا مزيان. دابا نورمالمون هاد العدد هذا وتبع معايا مزيان. نورمالمون هاد العدد غتقول لي فيه الفصيله؟ لا، ولكن راه انا غنقول لك فيه الفصيله هاي هنا. دونك الا ما كانتش فيه الفصيله عرف راه فيه فصيله في الاخر. يلا تبع معايا مزيان باش نوريك علاش هاد الفصيله هادي. اذا هنا كنقلب على شكون هو العدد اللي كاين هنا اللي محصور ما بين 1 و 10. فين هو العدد هنا اللي محصور ما بين 1 و 10؟ هو 5. شتي هو 5. اذا هنا فين خص تكون الفاصله؟ ها اذا 5.6 4 3 0 0. اوكي العدد اللي محصور ما بين 1 و 10 هو 5.6 4 3 0 0. الفاصله فين كانت؟ كندير في 10. ضروري ضروري في 10. كتبوا بالزرق في 10. دونك العدد هنا اللي محصور ما بين 1 و 10 هو 5.6 4 3 جوج الاصفار في 10. او قلنا العدد في 10 اس. غتقول لي دابا الاس، الاس هو شحال تحت الفصيله؟ 1 2 3 4 5 اس 5. غنعاود مثال بحال هذا عرفت ما فهمتيش. ا بري غنسميه مثلا شي عدد سميتو 4603. اتاي 7 4603. دونك شكون هو العدد؟ دابا اشرح عدد مضروب في 10 اس عدد. صافي هذه الكتابه العلميه. شكون هو العدد هنا اللي محصور ما بين 1 و 10؟ هو بطبيعه الحال 4. دونك 4 فاصله، دونك فاصله غنجيبها هنا، فاصله 6 0 3. بشحال تحت الفاصله؟ الفاصله نورمالمون كانت هنا 1 2 3 3. دونك انت فهمت، حاول تفهم ا و ابخي باش تفهم معايا مزيان. نجيو نشوفو هذا 0. دونك فين هو العدد اللي محصور ما بين 1 و 10؟ هو 4 فاصله. اذا الفاصله كانت هنا غتزح هنا. دونك 4.532. دونك الفاصله في 10 بطبيعه الحال. الفاصله كانت هنا غتجي هنا. دونك شحال زحتها؟ برقم 1. اذا 1 لا خطا، نكتب ناقص 1. دونك الا زحت الفاصله في هذا لو سونس، يعني كانت هنا وجبت ديتها هنا، كنرفع كندير اس موجب. إذا كانت الفاصلة هنا وديتها لهنا كنرفع عدد سالب. إذا الخلاصة هو إذا كان شي عدد كبير كبير ياك وغيترجعو صغير
كنضرب في الاس يكون موجب. اما الا كان هذا صغير ورصه في الفصاله وبغيت نرجعو الكتاب علميه تي ديما تيكون الاس سالب. حاول تفهم هذه مزيان وغنزيد عمليه هنا. هانت بي بريب مثلا 0.0032 يلا شي بما مزيان. دابا هاد الكتابه خصني نكتبها كتابه علميه. رقم مضروب في 10 اس رقم. هذا الرقم منين غنجيبو؟ غنقلب على شكون هو العدد اللي محصور ما بين 1 و 10. فين هو هنا العدد اللي محصور ما بين 1 و 10؟ هو 3.2 بطبيعه الحال. غتقول لي علاش ما كتبوش غير 3؟ و 2 فين نديوها؟ لوحوها. غتقول لي علاش ما كتبوش 2؟ ايوا 2 لوحوها. لا خاصنا نكتبو 3.2. الفاصله فين كانت؟ هنا. شحال تزاحت؟ 1 2 3. اذا غنضرب في ناقص 3. علاش؟ حيت هذا عدد صغير. هو مفهوم؟ مفهوم. دابا نجيو نخرجوا السي. تبع معايا مزيان في السي. غنخرجوا هاد 0.0 نخرجوها هايا. دونك الفاصله كانت هنا جات ب 1 2 3. دونك غنديروا 5 حيت الفاصله مشات عند 5. 5 في 10 اس 1 2 3. دونك اس ناقص 3 في 10 اس ناقص 3 على 2 في نحيدوا هاد 2 هادي ونديروا غنديرو 10 غنديرو خليها 2 لان على اعتبار زيرو في 10 اس ناقص 5 تساوي 10 10 10 10. غنحطو 10 وغنجمعو الاسين. ناقص 3 ناقص 3 ناقص 3 ناقص ناقص 3 هانت ناقص 3 ناقص ناقص 3 هي ناقص 3 زائد 3 هي صافي على 2 في 10 اس ناقص 5. اي حاجه هاي 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 اي حاجه اس صفر كتعطينا 1. اذا 10 اس صفر هي 1. 5 في 1 على 2 في 10 اس ناقص 5 تساوي 5 على 2 اللي هي 2.5 و10 اس ناقص 5 هي كاينه تحت. بغينا نطلعوها الفوق غنبدلوا لها الاس غيولي اس موجب. اذا 10 اس ناقص 5 طلعات الفوق ولات 10 اس 5. اذا هذا هو الدرس ديال القوى. في البارتي الاولى وريتكم القواعد وكيفاش نخرجوا التمارين. في البارتي 2 وريتكم ليكريتور سيونتيفيك. التمارين اللي درت هنا ماشي تمارين ساهلين، ماشي تمارين نبقى نضحك عليكم، لا درت تمارين قاصحين. وهاد العمليه حاول تركز فيها مزيان بحال تيكون الفرق. دونك الا بغيتوني ندير لكم تمارين في الدرس ديال القوه في اقرب وقت حاولوا انكم تصدعوني تحت في الكومنتير. السلام عليكم، تلاقاو في الفيديو الجاي. شكرا.